الحمد لله تمام الحمد لله. شو وين صار يا ابو حسان؟ كانوا مانو هون؟ صهرك ابو حسان بالجامع طول الوقت ما بيرجع على البيت الا للاكل او وقت النوم. تفضل ارتاح. ايه الله يقويك. خير خالتي؟ ووشتيني. لا تغرني والله انا كنت عاوزتك بجوز كلا، بس يعني ما بدي مال الشام تضرب الشيء اللي رح اقول لك عليه، لذلك حبيتك تجي لعندي لهون لنقعد انا وياه نحكي بهداوه. ايه شو عليه؟ شو عليه؟ احكي خالتي قولي. يا تقبرني يا خالتي، هي صار مارق على العزا 5-6 ايام، وانا كمان ما بيجوز ضل عندكم، لازم ارجع على البيت، لانه صهرك ابو حسان مثل ما بتعرف رجال كبير وما بينترك لحاله وبده مين يخدمه. خالتي انت كفيتي ووفيتي وعملتي اللي عليكي، كتر الله خيرك، وبامكانك من بكره الصباح ترجعي على بيتك. مزبوط يا تقبرني، بس يعني كمان ما بيصير تعيش انت ومال الشام بالبيت لحالكم. شلون هي خالتي؟ يعني شلون ما بصير انا ومال الشام يكون بالبيت لحالنا؟ عربي لي يا هي. لك يا خالتي لا بدها اعراب ولا بدها نحو، والسيرة واضحة مثل عين الشمس. انت نسيان انه البنت غريبة عنك؟ مال الشام غريبة عني؟ عني انا؟ ايه غريبة عنك، ولا نسيت السيرة من سالف الازمان؟ شو عم تحكي خالتي؟ شو هالحكي اللي عم تقولي؟ مال الشام بنت اخي ومن لحمي ودمي. يو اتذكر لك خالتي، اتذكر منيح. نحن وقتها قلنا قدام الخلايق انه هالبنت بنت اخوك من حرمة اتجوزها بحلب بدون حلمكم، وعلى هالاساس رحنا جبناها من حلب بعد وفاة اخوك الله يرحم ترابه. وانت بتعرف كفاية السيرة. ايوه. وهلا يا ابني ما بيصير بكل الاحوال تعيش انت وياها تحت سقف واحد، البنت غريبة عنك، وبعدين هالبنت صارت صبية وكبرت وحليت وتجملت وصارت فلقة قمر يغزي العين حولها وحواليها. بوس ايدك خالتي، بوس ايدك. شو هالسيرة اللي طلعتي لي فيها؟ شو هالحكي اللي عم تقوليه؟ لك يا خالتي لا طلعت لك بسيرة ولا طلعت لك برواية، هي القصة من أساسها هيك، وأنت بتعرف هالحكي حق المعرفة. الله أكبر الله أكبر. يا خالتي البنت بتبقى غريبة عنك وانت بتلقطها عالطاير، شبنا حمزة شبنا. طوشتي لي حجري خالتي، ما بعرف شو بدي لك، ربطي لي ايدي خالتي. انا مو ناقصني همومي لفوق راسي. لك آه يا خالتي والله أنا معك بكل شيء عم بتقوله، وأنا مقدرة حزنك وهمك، بس والله ما بيجوز، ولازم فاتحك فيها السيرة بعد وفاة أمك الله يرحم. سلام قولا من رب الرحيم، سلام قولا من رب الرحيم. لا تتضايق يا تقبر خالتك، الحلال بيّن والحرام بيّن كمان. طب بدي أسأل، انت بتقبل على حالك صبية مثل زر الورد تعيش مع واحد غريب؟ لسه بتقلي غريبة؟ لك يا خالتي مال الشام من لحمي ودمي، بنت اخي، لك بنت اخي. اعوذ بالله، لسه بيقلي بنت اخي؟ لك نسيت يا ابني لما اخوك جابها لهالبنت قال انه بنت تاجر حلبي صاحبه، وعلى اساس انه يجي ابوها وياخدها، لكن اخوك الله يرحم ترابه ليلتها راح بطوشة مع الفرنساوية وضعيف الطاسة. ما نسيت خالتي ما نسيت، بس هذا الحكي ما بيعني انه البنت صارت غريبة عني وانا وياها ما بصير نعيش ببيت واحد. بيرجع بيقول لي بيعيشوا سوا. لك يا ابني هالبنت غريبة عنك وما بصير تعيش انت وياها ببيت واحد، فما بقى برضاي عليك. يعني بحظي بديني لو ما كان صهرك رجال كبير وبده مين يخدمه لاجي انا عايش معكم بالبيت ونحل هالمشكلة من اساسها. ايه
وشو الحل برأيك؟ الحل إنه تجي مال الشام تعيش عندي هون بالبيت. هذا الحكي مستحيل يصير خالتي، مستحيل. ما في شيء مستحيل لك خالتي، وهذا الحل اللي أمر فيه رب العالمين. وغير هيك قعدتك مع البنت حرام بحرام. بس هيك البنت راح تحس. مال الشام كبرت ببيتنا خالتي، وعيت إنه أنا عمّا أخو أبوها، وإنه أمي ستّة. هيك فجأة صرنا غرابة عنا، هيك ما عاد نعرفها ولا بتعرفنا. بخاف البنت تصير لها شي كاينة لا سمح الله. يا خالتي شو من صار وشو من جرى؟ أهو ما تبقوا أنتوا اثنين عايشين ببيت واحد. لا إله إلا الله من هالرواية، لا إله إلا الله. يا تقبر خالتك، والله أنت شاب أختك بتعشقك، وهي كمان بتفتن فصيل عسكر بحسنها وجمالها. بس أنا كنت ناسيان السيرة من أساسها خالتي، ناسي أنا وعايش معها. منين طلعتي لي بقصة؟ منين؟ هلا نسيان ولا متذكر، بس هي هي الحقيقة. الله يرضى عليك، وكل شيء إلا غضب رب العالمين. إيه ما الحديث هلا؟ إجا صهرك وما بدنا نحكي شيء قدامه، لأنه هو بالأساس ما بيعرف مال الشام إلا بنت أخوك. هاي الحمزة شيخ الشباب عنا. يا أهلا وسهلا، يا أهلا وسهلا. سلام يا أبو حسان، شلونك؟ كيف صدق؟ الحمد لله، فضل الله علينا، غالبنا فضله. الحمد لله. شريف عمي، شريف أول. خلي لي إياك عمي، أنا بدي استأذن. شو تستأذن؟ بدك تتغدى عنا؟ يخلي لي إياك يا رب، غير مرة. خالتي خليك تغدى عنا، الله يرضى عليك. غير مرة خالتي، غير مرة، مشاغل كثيرة. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هوني خالتي. يا الله. خالتي شو قلت خالتي؟ شو بدي لك يا خالتي؟ روحي الله يسامحك، نزعتيني حياتي أكثر ما أنا منزوعة، فيأتيني من حلم عايش فيه أيام وسنين. هلأ يا خالتي فيأتك ولا نيمتك، بس هي هي الحقيقة اللي ما بتقدر تهرب منها، ولازم تلاقي حل بأقرب وقت. تركيني فكر خالتي، تركيني فكر. ما بدها تفكير لك خالتي، ما بدها تفكير، والقصة مبينة مثل عين الشمس برضاي عليك بقى. لك خالتي انت شايفة القصة بهي البساطة، الشي اللي عم تحكيه في قلب حياة من فوق لتحت، في كركبة كبيرة. خلص هلا انا بضبضب اغراضي وبأمن على صهرك ابو حسان، وبعدين بيجي لعندكن على البيت. عسى تكون توصلت لحد. بصير خير خالتي، بصير خير. السلام عليكم. وعليكم السلام. هيك بتتركيني طوال النهار لحالي وانا ما في غير افكار تاخذني وافكار تجيبني؟ لك يا تقبريني، رحت ضبطت اغراضي وامنت على صهرك ابو حسن. شحني اجي، لا تخافي ولا تتوهوشي. وعمي حمزه الثاني ما اجى على الغدا اليوم؟ يه، ما اجى على البيت بنوم بنوم؟ لا ما اجى، مع انه بعت لي لحمه وخضره وفواكه، نطرته وما اجى. ايه معلش يا تقبريني، بيكون مشغول بالفرن، هلا بيجي. يه، وين بده يروح؟ طيب إذا هيك لحضر له العشاء. وأنا لحقتك لساعدك. شريف عمي، رضا. واصلي عمي، واصلي. شبك عمي؟ ليه هيك متجافي معي على غير عادتك؟ ما في شي عمي، ما في شي. شلون يعني ما في شي؟ ما قدرت أدقر بإيدك مثل اللي خايف مني. لك خلصنا بقى عمي، خلصنا، لا تعملي منا قصة هلا. مثل ما بدك، بس ليش تاركني لحالي طول النهار؟ ليش خالتك ام حسان ما اجت لعندك اليوم؟ بلا، اجت، اجت الصبحيات وراحت بعد الظهر، وهي وصلتها. حقك علي يا عمي، حقك علي، بس انا كان عندي شوية مشاغل ضرورية اليوم. شو ما كان صاير معك عمي لا تركني لحالي، انا ماني متعودة. اجيت يا تقبرني. اهلين خالتي، اهلين. بالمهل يا تقبر قلبي. ايدك. الله يرضى عليك.
الله يخلي لنا اياكي. لحت لك عش عمي. ما في داعي عمي، ما في داعي. لا امبلا، روحي حطي له العشاء لعمك، انا جوعانه بدي اتعشى انا وياه. حاضر. تعال معي خالتي، تعال. شرفي خالتي. شرفي. ايه خالتي؟ ان شاء الله فكرت بالموضوع ولقيت الحل المناسب. والله يا خالتي نسالت فيقتيني من هالمنام، وانا ما بعرف شو صار لي، ما عم بعرف اخماسي من زداسي. لك يا تعبرني، هلا بدنا نعيد ونفتق بنفس الدوباره، حكينا وخلصنا. انت ومال الشام ما بصير تعيشوا بالبيت لوحدكم. لا اله الا الله، بس مو وقتها. هلا يا خالتي مو وقتها بنو. هلا وقتها مو وقتها، هيك امر الله يا تقبرني، وكل شيء الا غضب رب العالمين. يا خالتي هاي البنت ربيت هون بهالبيت، ربيت على ايدي وروحها معلقه فيني، بقى كيف بدها تقبل انه تعيش هيك بلاي؟ انا ما بعرف كيف بدها تقبل فكره انه انا اختفي فجاه من حياتها، ما عم بفهم. ومين قال لك إذا راحت لعندي رح تختفي أنت من حياتها؟ مين؟ طيب أنا معك، على فرض وافقتك يعني، شو بدنا نقول للبنت؟ بيلتقالها دوبارة. وشو هالدوبارة؟ من شان الله تخبريني يا خالتي، أنا طايش حجري. منكذب عليها ومنقلها أنه أنت عندك مشاغل برات الشام. إيه. شو إيه؟ بدها توافق غصب عنها، لأنه ما بيصير تعيش لحالة بهالبيت وأنت مانك موجود فيها. تقبرني. أيوة وافقني لخالتي، لأنه ما في حل أنسب من هالدوبارة، وإذا أنت لقيت حل أنسب شو بدك بيصير؟ عيونك تتقابل بالبيت إن شاء الله. بسم الله إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كأنه ما في حدا. خير؟ راح شوف مي خالتي وراجع لك. مسيك بخير عميم. يا ميت علينا وسهلين عميم. بالمهلي يعني عدم المؤاخذة، يمكن يجينا بوقت مناسب، بس في موضوع ضروري لازم اخذ رايك فيه. كونك بهمك الامر عم يشوزك. بيتكم مطرحكم عميم، بتشرفوا بتأنسوا بأي وقت. تشرفوا تفضلوا. يلا 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 يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. شرفوا. ياك يا يا ميت علينا وسهلين عمي، شرفتوا. نحن بنعرف إن الوقت ما مناسب لك عميم، وبنعرف إنه حزنك على المرحومة والدتك كفيك وزايد عنك. إيه بس هي مستجدات لازم نطرحك عليها. قول عمي أبو عدنان، قول. تفضل أنا تحت أمركم. من آخر عميم، أنا وسيدنا الشيخ عمر وعيان وجهاء الأنوات ارتقينا نشكل وفد نطلع نحكي مع كولونيل الأمن الجديد بخصوص عمك أبو طالب. ايوه، وقلنا لازم نشرح له عن وضع ابو طالب، نحكي معه مشان يحاكمه بالسرعه اللازمه وبطريقه عادله، بدل ما له مخلينه بالحبوس لكبني. لامتى؟ ما حدا بيعرف. ايوه، فشو بتقول بهالحكي لك عميم؟ والله يا عمي انا بقول الامر امركم والشور شوركم. نحن عم نسالك عن رايك لك انت بالذات، لانه بيهمك الامر عمي حمزه. عمي إذا بدكم تجوا لرأيي، أنا بقول إنه القصة صعبة شوي، لأنه الفرنسي بأي حال من الأحوال ما بيرضى يتدخل حدا بهيك موضوع. معلومكم مثل ما بتعرفوا، جرم عمي أبو طالب هو المساس بشخص الحاكم العسكري. نحن بنعرف هالشيء يا ابني حمزة، وحاطين باعتبارنا هالشيء، وبنعرف إنه شغلة عويصة مو سهلة بنوب بنوب. بس يا ابني من حرصنا وخوفنا وإلحاح الأهالي والمحبين إنا منجرب، لك مالنا خسرانين شيء. مو أحسن ما نضل عاديين لك ابني؟ إذا هيك شايفين الله يقدم اللي فيه الخير، أنا ما عندي أي مانع. آمين. آمين يا رب العالمين. يلا عمي يلا. هاي القهوة عمي. سلم هديات. عمي طولين الجماعة اللي عنا؟ لا لا ما بيطول عمي. طيب بس سؤال، أنت ليه ما عم تطلع فيني؟ مو وقت لأخذوا العطاء لعمي، مو وقته. يا
ليش عمي مقلوب بفرد قلبي؟ ليش مجافيني بهالطريقة هي؟ معقول لأنه زعلان على تيتي أم عباس؟ بس أنا كمان زعلانة ومحروق قلبي على ستي، بس والله مالي مجافيته. تقبريني يا مال الشر، الله يرضى عليكي، لا تزعلي، صلي على النبي واستهدي بالله. يعني عمك لو ما عنده شغل ضروري بحلب ما كان تركك وترك الحارة وترك شغله ومصالحه لكمي. مال الشام، عمك عنده ياكي بالدنيا كلها وبحبك وبيموت فيكي، بس للضرورة أحكى. أنا هيك تعبان شوي هالكم يوم. على راحتك عمي، أنا من بعد وفاة ستك هيك تلخبطت شوي، لا تواخذيني. برضاي عليك يا مالشة، لا تزيديه على عمك، هو أصلا متغير من وقت ما توفى ستك أم عباس. ما رح زيد عليه خالتي، بس برحمة الغوالي يا عمي انك ما بتقطعني من المرسيل. ماشي عمي، ماشي ماشي. يلا يا مال الشام، خلينا نتيسر خالتي. يلا يا قلبي انت يا عمري. دير بالك على حالك يا عمي. وانت كمان ديري بالك على حالك عمي، الله معك. ليش بعد كل هالسنين يا ربي؟ ليش؟ حملي جبال ما بتشيله يا ربي، حملي جبال ما بتشيله يا ربي. أنا بممات أمي ولا برفقة دربي ولا بمال الشام؟ ليش يا ربي؟ دخيلك يا ربي، دخيلك يا ربي. يا ما شكت روحي ويا ما نده القلب، شرياني وجروحي تنده إلك يا رب. ببكوت ونوحي تهون علي الصبر.